نشكر زملائنا الحقيقه اللي كانوا في هذه اكيد حسان بشير ومحمد جوهر، الحقيقه بتمنى لهم التوفيق، والحقيقه سعدنا بيهم في العديد من التغطيات انا وزملائي هنا في الاستوديو. عمل مشرف. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي حالة الطقس. طبعا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يعني بداية من النهاردة استشعرنا ده في الصباح الباكر، ويعني خبراء الأرصاد أيضا بيقولوا إنه يعني هتتوالى درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام الثلاثة اللي جاية. البيان بيقول تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة، هيسود الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، هيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي استعراض لبيان بدرجات الحرارة تفصيلي على كل أنحاء الجمهورية.